السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي، معكم فرح من قناة شهوات أم إنصاف. عيد مبارك سعيد على الجميع. اليوم إن شاء الله جيت غادي نتقاسم معكم أجواء ديال عيد الأضحى. العيد اللي داز صراحة زوين رائع بزاف، ضحكنا ونشطنا فيه. إن شاء الله كل شيء غادي تشوفوه في آخر الفيديو، غنينا وما خلينا ما درنا كل شيء غادي تشوفوه البنات في آخر الفيديو إن شاء الله. كيف ما تلاحظوا هنايا، هادو هما الاضاحي اللي غادي نعيدوا عليهم ان شاء الله. كيف ما تلاحظوا هنا عندنا 5 ديال الحواله. انا هنايا معيده عند عكوزتي، كاين الحواله ديال لويسي والحولي ديالنا والحولي ديال عكوزتي. من طبيعه الحال تبارك الله ما شاء الله، هادو هما الحواله ديالنا اللي غادي نذبحوا. هنا البنات كيف ما تشوفوا راه غادي نبداو في الاستعدادات ديال نحر الاضحيه، راهم كيستعدوا باش غادي يبداو ان شاء الله على بركة الله. صراحة هاد العيد داز زوين بزاف، يعني دازو فيه واخا تمارة وشقا كيف ما كتعرفوا، ولكن راه داز صراحة زوين. الاجواء دوزنا صراحة يوم اللي هو زوين بزاف. كيف ما كتشوفوا راه سالينا هنايا الذبيح، بدينا بداو هنا تيسلخوا باش يجبدوا لينا الفات ديال الحولي. حتى هنا غادي نديروا الخدمه ديالنا، هنا غادي تبدا الخدمه ديالنا البنات. كيف ما تتعرفوا راه المهمه ديال الرجال هنا سالات، صافي بعد الذبيح والسليخ كتسالي المهمه ديالهم وكتبقى المهمه ديالنا حنا اللي غادي نكملوا يعني الشيء الاخر ان شاء الله. هنايا البنات كيف ما تلاحظوا كنقطعوا هنايا الكبده والريح حتى هي، كنحطوهم فوق الفاخر باش انهم يعني طيبوا واحد نص طيبه، عاد باش نقطعوهم طريفات باش نديروهم بالفاف ونطيبوهم ناكلوهم ان شاء الله. كما تشوفوا هنا كنديروا لهم غير نص طيبه غير كيتصهدوا صافي، عاد تنمشيو باش غادي نقطعوهم مكعبات اولا طريفات كل كيفاش كيقطع القطبان ديالو. هنا هي كتشوى لينا واحد شويه كيف ما قلت لكم غير تصهد البنات ملي كنقطعوها على هذا الشكل هذا. ايوا هنا كيف ما تلاحظوا القطبان ديالنا لففناهم في الشحمه، يعني عندنا هنايا قطبان ديال بولفاف راهم تيطيبوا حتى همايا على المجمر الفاخر. كل شيء ان شاء الله موجود، الخير والخمير كاين اللي ما كياكلش الشحمه، درنا ليه القطبان بلا شحمه كيف ما كتعرفوا الدراري تقريبا كاملين ما كيبغيوش ديك الشحمه غير الناس اللي هما كياكلوها. راه غادي نديروها لهم ان شاء الله. هنا البنات كيف ما تلاحظوا غادي نبداو نشوطوا في الراس وفي الرجلين ديال الحواله. صراحه ما كنشوطوهمش على المجمر، قليل فين تنديروهم على المجمر، هنا كنشوطوهم بهذا الشانيمو كنديروا في يعني التيو كنديروا مع البوطه صافي وكنبقاو نشوطوهم. هنا هادو الحواله ملي تسلخوا تعلقوا كيف ما تشوفوا، وهنا البنات ها هما الروس والرجلين بعد ما حيدنا لهم الكرون وغسلناهم مزيان من داك الحموم وداك التشواط صافي راه غسلناهم مزيان حتى غادي نهرسوهم من بعد. هنا البنات كيف ما كتشوفوا كنحيدوا الدواره ولا الكرشه اللي رقدناها في الماء غليان، غير كنحطوها البنات ملي كيغلى لينا الماء كنحطوها فيه وكنهزوها صافي وكنبداو نكرطو فيها، يعني كنحيدو ليها داك الوسخ ديالها اللي كيكون الفوق بعد ما غسلناها من قبل من طبيعه الحال من داكشي اللي كيكون فيها لداخل. بعد ما فتحناها كنغليو البنات الماء، يعني ما كنضيفو ليه حتى اضافه غير الماء كنخليوه حتى كيغلى صافي وكنبداو نحطو فيه هاد الكرشه اولا هاد الدواره، غير كترطب لينا واحد جوج ديال الدقائق ولا ثلاثه صافي كنهزوها من الماء وكنبداو كنكرطو فيها بالموس اولا باليدين ديالنا على هذا الشكل هذا حتى كنقيوها من داك الزبل اللي تيكون فيها كامل ديك الجلده اللي كتكون فوقانيه.